حد فتح البلوتوز من عندكم؟ ربنا ينامك. قص وعصيك التانية اهو. تعالي بقى قص دي. قومي يا قصة. ايوه يا اسراء التليفون. ماله التليفون؟ بقول لكم جاي عشان ينفع. اقعد يا عيني. ده ايه ده؟ يفضل قاعد في وسطنا كده؟ احنا عايزين نبقى قريبين من بعض عشان الكاميرا جت. يعني يلا اقول لك استنى 3 2 1. انا عارفه يا جماعه النهارده قلنا زي ما اتفقنا بتاع التحدي، وتحدي على 3 فرخات كل واحده 2.5، ونشوف بقى مين فينا اللي نشوف مين فينا اللي هيكسب التحدي، واللي هيكسب هياخد مكافاه، واللي هيخسر هيتعاقب عقاب وحش قوي. يعني من خلال يعني فرصه يعني انا معاكم يلا نبتدي. يلا نبتدي. انا عارف ان انا افشل مش قادر الوقت ده. انتزل الاول عادي ابتدى. لا لا استنوا يا جماعه. ايوه كله. لا استنوا بس هيحصل بقى في طلبات وفي اوامر وفي حاجات غريبه هتحصل. انا دبوس ايه يا ابني ده؟ انت ما حدش هيدوق يا ابني. انا المفروض اكل لوحدي. يلا انا هاكل. انا عمال ابتدي. عايز ايه انت؟ طب استنى طلعتنا في الفيديو ايه؟ طب ماشي تعال تعال اكلك. تعال تعال انت ابن مين؟ خد حته يعني. انا هديلك اكلك. وانا دي بقى عيالي بقى. معايا حته صغيره بس. انا هقول وانا ايه متكفل. تساعدوني في الاكله دي؟ ماما تعال قرب يا ماما. ماما تحبني؟ بص انا تساعدني. هلا تبقى كتير. طب افتح بقى. ما هي المسابقه مش على اللي يخلص الاول. لا اللي ياكلها كلها. اه الموافق. ما كل الملك ياكل. يا ماما ماما بابا حاجه معاك يا جعان؟ أمك النهاردة عملت معانا إيه؟ هي عايزة تعمل ترند وأنا عايز آكل الترند بصراحة. مين دعوة الترند ودماغك؟ مش دماغك. ماليش دعوة. في تحدي وفي اللي هيخسر هيتعاقب. هتعملي فيا إيه؟ أكتر من اللي عملتيه. لا في كتير. قول يا نيل قول ساعدني ساعدني يا نيل. رميتيني لحم ورميتيني عرق. عايزه مني ايه ده؟ ولا عايزه؟ قول يا جماعه. انا اللي عملت حركه الفرخ دي. اللي عايز يعرف الطريقه يكتب لي في الكومنتات. الاخر هيموت. مش بس انت عادي ما استوتش. طعم الفرخة وحشة أوي. أنت إيه ده بتاكل وأنا أرفعه؟ حضري ليه؟ ده الصوت مش هيروح هناك. خاف. أنا نفسي مش عارف ليه السماعة. الفيديو طلع فيها عطل بعد ما أنت بتتكلم في واحد. عيالي مراتي هتتفرج عليا. الفيديو ده ما ينفعش. مش هقدر اشوف الفيديو ده. طب بص فكرتني بالفيلم بتاع المشهد اللي شفته على النت بتاع لما بيروح يقول له المخرج يقول له بلعت ماما. لا استاذ والنبي انا نفسي امثل دور كافي. بس الدور كافي. هو بص بقى انا مفيش دعوه. تعرف تكلمه وانا هاكل. حلم عمري ان انا بس الدور كافي. عشان دور كافي؟ انت قاعدوا بقى على الترابيزه. المفروض ان في واحد هيقعد يقول لك هل ستتركونهم محطم الهتكم ويعصي عليكم عبيدكم؟ بس كلمني. لا واحد برضه هو التاني ده اللي المفروض هيكون. سعيد ايه؟
ساعدني يا ملك ساعدني. ده بيفضل ماسك المفروض يتكلم بقى بعد مين يقول له مقتول. اجمل جدا. فضل ماسك الخروف يقول له عندي عرق مين؟ يقول له قول. انا بصراحه يا جماعه مش عارف. يتكلم الزول يقول له قول عليك الضوء. بابا عايز اكسر العرق. يتكلم نفس الزول اللي ما ياكل في الزول. نفس الزول كافر يعني كافر. انا هتعمل. كافر من الاخر. انا افتكرت بقى دلوقتي. اوكي. تعالى يا عز تعالى كل ساعدني. انا تقريبا كده خلاص في بقى. بتهزر. امال مين اللي يكسب التحدي؟ عمي. لسه ما اكلتش حاجه. خد 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 ساعد بابا. ساعد بابا. لما هم عيالكم بيساعدوك واجبهم يساعدني انا بقى. اكلت يا ملك؟ اصغر واحده انت خدت اصغر واحده؟ اكبر واحده ايه؟ بص يا سيدي جيت بصي اللي معاكي قدمي يا ملك بعدين انا طلبتيني التحدي لان انا مش قد الفرقه اللي مش هاكلها انا تقريبا ما باكلش خالص انا سلطان في الامبارح انا صايم ولا انتوا عايزين تموتونا ليه انا فاهمه؟ من امبارح قاعد ما باكلش شرع جنبي عشان التحدي احمر غريب استغفر الله كله عملت ازاي اصبح على الطريقه على الكومنتات عايز اقول لكم محدش يقول حاجه على الطريقه مش طبيعي كان ده حلوه ولا مش شايفين؟ الموضوع نايم بصراحه عشان كبيره وليت موتين انا عذبت الفرق طبعا فاضي 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 طبعا فا